السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء، عدنا لكم مجددا في قناتنا الحقيقة الصادقة مع برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل، كونوا معنا. اليوم بدنا نتحدث عن الأميبا وأخطار الأميبا. الأميبا إخواني الأعزاء بدنا نعطي نبذة مختصرة عنها، لا تستعجل، خليك اسمع واستفيد عشان نعرف كيف إن شاء الله منعالجها. الأميبا إخواني هي عبارة عن كائنات حية دقيقة. كيف بتنتقل للإنسان؟ عادة تنتقل بواسطة الأغذية الملوثة والماء العذب الغير معالج بالكلور، يعني المي اللي بتشربوها من النهر، مي مجرى سيل، بالأمور مثل هذه تنتقل الأميبا. وهي تعتبر من ذوات الخلايا الوحيدة اللي لها أقدام كاذبة، يعني تلتصق في جدار المعدة، تلتصق في الجسم وتدخل من جسم إلى آخر. طيب الآن ناس بتقول لك يعني دودة، هي عبارة عن دودة، يعني إن شاء الله شوية ثوم بنبلع كم من فص ثوم إحنا ما منا نوصل لمرحلة إنه تنتقل الأميبا للجسم، لأنه الأميبا إلها مخاطر كثيرة إخواني الكرام. الأميبا ممكن تسبب عنا التهاب القولون، أيضا الإسهال بكثرة، أيضا في عنا نوع من الأميبا تسمى الأميبا الآكلة للدماغ، وتنتقل عن طريق المجاري التنفسية، بتدخل مع المجرى التنفسي وبتطلع للدماغ وبتأكل دماغك أكل، معروف الأميبا الآكلة للدماغ. فإحنا ما بدنا نوصل لهذه المراحل إخواني الكرام. الآن كانوا زمان جداتنا وجدودنا يوصفوا لنا وصفة بسيطة بتقتل الأميبا، وهي إنه أنا طبعا بدي أذكر عدة أنواع من العلاجات الطبية ومجربات إن شاء الله. كانوا يقولوا جيبوا زير مي، جرة مي، فخارة، حط فيها مي من الحنفية، يعني مي غير مفلترة المقصود بها، وضع بها قطعة من الفضة، يعني خاتم فضة، سقطها جوا هذه الجرة اللي هي جرة فخار، وظلك اشرب من هذه المي، سبحان الله تقضي على كل أنواع الديدان الطفيلية والأميبية وغيرها. لكن أحيانا ممكن أنه ما تجيب فاعلية، لكن هي مجربة من المجربات للديدان بشكل عام، للديدان بالرغم أنه أصبح في أدوية ممكن نأخذها من الصيدليات للديدان، لكن هذه بيستخدموها للآن في القرى في الأرياف. جرة من الماء اللي بيسموها أخواننا المصريين القلة، احنا بنسميها في بلاد الشام الزير، زير الماء، نضع فيه قطعة من الفضة، خاتم فضة، قطعة فضة يعني 20-30 جرام، بنسقطه فيها وبنصير نتناول ونشرب من هذا الماء يوميا. الآن عندنا طرق أخرى للعلاج. أول طريقة من طرق العلاج الثوم. الكل بيعرف الثوم، إما بنأخذ 3 فصوص ثوم قبل الفطور على الريق يوميا، بنبلعها لمدة أسبوع إلى أسبوعين تنتهي معنا الأميبا نهائيا، أو منجيب 3 فصوص ثوم مندقهم ومنحطهم بعلبة زبادي لبن، اللي هو لبن إخواننا المصريين بيحكوا عن اللبن الحليب، اللبن اللي هو الزبادي، الزبادي مندقها نخلطها ونتناولها يوميا، كل يوم بنتناول علبة زبادي، ممتازة جدا. في عنا شيء آخر، البردقوش أو المردقوش، زيت المردقوش. هذا كيف بنشتغل معه؟ هذا فعال جدا، هذا بلا منازع. زيت المردقوش نفعل به كأس ماء، نعصر عليه حبة ليمون، يعني نعصر ليمونة ومنحط عليها بمقدار فنجان من الماء و3 نقاط من زيت المردقوش، 3 نقاط من زيت المردقوش 3 مرات يوميا، واستمر عليها خلال أسبوع إن شاء الله بتنهي لك موضوع الأمن. أيضا عندنا الكركم، الكركم يحتوي على مادة الكركمين، بسيط جدا، ملعقة عسل كبيرة. إذا قدرت تجيب ماء الكركم أو عصير الكركم كان بها، ما قدرت بتجيب ملعقة عسل كبيرة
اخلط معها نص ملعقة كركم، اخلطها وتناولها يوميا على الريق. 3 4 أيام إن شاء الله بتزول الأميبا نهائيا، وأي طفيليات وأي ديدان موجودة في بطنك هذا كله بزول إن شاء الله. أيضا عندنا القرع، القرع العسلي، تعرفوه القرع العسلي. القرع له خاصية مفيدة جدا لأنه يحتوي على الألياف، يحتوي على كميات كبيرة من الألياف، فهو يحارب الإسهال ويحارب الإمساك. شو بنعمل؟ بناخذ ملعقة كبيرة من بذور القرع صباحا، بناخذ ملعقة من بذور القرع صباحا سفوفا، بنسفها ونشرب وراها شوية مي، أو إنه بنقطعه وبنمضغه مضغ بناكله أكل. كيف ما أكلت القرع لذيذ جدا وممتاز جدا، وأنا أنصح بملعقة من بذور القرع صباحا بنمضغها وبنشرب وراها فنجان مي، كاسة مي صغيرة كيفما كان. أيضا عندنا ماء جوز الهند، ماء جوز الهند 3 أكواب يوميا من ماء جوز الهند. ماء جوز الهند بيحتوي على البوتاسيوم، ماء جوز الهند يحتوي على البوتاسيوم الذي يقلل من الإسهال وبمسك المعدة، بشد معك المعدة ويقضي على الطفيليات، ومفيد جدا في زيادة المناعة، يقضي على الطفيليات، البكتيريا، الأميبا، الدودة الحلزونية، الدودة الشريطية، كل هذه الأمور اللي أنا بحكي فيه كامل هذا مفيد جدا إله إن شاء الله. أيضا عندنا من المجربات أوراق الجوافة، ورق الجوافة، بناخذ ورق الجوافة، طبعا بكون ناشف ورق الجوافة مجفف، نطحن ورق الجوافة، منضيفه على كأس ماء، منغلي كاسة المي، منسيبها تبرد، منجيب كاسة المي، مننقع بعد ما تغلي منطفي عليها، مننقع معلقتين من ورق الجوافة ومنسيبه بدون تحلاية بدون أي شيء، يقضي بعدين منصفيها ومنشربها، يقضي على البكتيريا والأميبا والبيوض. إذا كان في بيوض، ما هو المشكلة في البيوض، انت بدك ليش حتى لو حسيت انه تحسنت اول يوم ثاني يوم لازم تستمر عشان البيوض اللي بتفقس بالبطن بالمعدة هذه لازم تقضي عليها نهائيا. اذا هذه كانت مجموعة من العلاجات بالطب البديل، وهناك ايضا بعض النصائح اللي انا بنصحها لاي شخص عنده مش بس اميبا، طفيليات، بكتيريا، دود، اي شيء. اكثر، يجب أن تكثر من شرب الماء يوميا لا يقل عن 10 أكواب، لا يقل عن 10 أكواب من شرب الماء. 2، اشرب كاس ماء مع ملعقتين خل تفاح طبيعي يوميا بعد الغداء، اشربها. أول إشي شرحناها في الفيديو السابق بتعالج هذه، خل التفاح الطبيعي مع الماء، ملعقتين داخل كوب ماء بتعالج القولون العصبي، التهابات المعدة، التقرحات، مفيدة جدا، وأيضا تعالج الأميبا وتعالج البكتيريا والديدان والطفيليات كافة. لا تنسى خل التفاح مع الماء. أيضا الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل القرع، القثاء، والخس عشان نتجنب الأنيبة لا سمح الله وانه تطب فينا. أول إشي منا نقشر، نغسل الفواكه والخضار جيدا ونقشرها قبل الأكل، منا نطبخ، الطبخ لازم يكون مستوي، خاصة اللحوم يجب أن تكون مستوية، لا تخليها نص استوى، يجب أن تكون مستوية. أيضا الماء، احرص وتجنب شرب الماء من الحنفية مباشرة في بعض الدول، اشرب الماء المعقم المفلتر، الألبان غير المبسترة تجنب تناولها، اللبن المبستر، الحليب اللي بتشتريه، حليب الغنم، حليب البقر، حليب الماعز، اغليه جيدا قبل الشرب. هذه كانت باختصار مجموعة من النصائح عشان ما تروح على دكتور ولا تروح تأخذ أدوية. الأدوية موجودة لكن تأخذ وقت، ولا وإحنا لا ننكر أنه يجب استشارة الطبيب، لكن هذه من المجربات اللي لازم تكون في بيوتنا.
زيت البردقوش او المردقوش خليه عند كل دار، رخيص جدا الثمن. الثوم موجود، ورق الجوافه موجود، القرع بموسم روح جيبه من عند الخضرجي، يعني كلها امور في متناول اليدين، وممكن جدا انك تستخدمها وتعالج نفسك وتقي نفسك من شر هذا المرض. شكرا لكم لحسن المتابعه، تابعونا في حلقاتنا القادمه ان شاء الله. شكرا لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل خاصيه الجرس لمن اراد الاستزاده والاستفاده. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.